Assalamu alaikum. Today we'll start the histology of the symptom. As you know, symptom is a hard tissue, but it covers the root dentin. Symptom similar to the dentin and to the enamel, since it is also a hard tissue, but they it differs from them in certain points. We will discuss it later. The cementum is one of the periodontium. Periodontium هو مثل الأبراتس اللي هو يكون الجهاز اللي يربط التوث إلى ال surrounding jaw. طبعاً راح يتكون البريودونشيوم من السمنتم ومن البريودنتال ليجامنت والجنجيفا وايضا من الالفيولار بون. الاوتر سيرفيس بالنسبه الى السمنتم هو راح يعني يكون بمثابه الميديوم فور ذا اتاتشمنت. اتاتشمنت لمنو؟ اتاتشمنت بين البريودنتال ليجامنت وايضا بين ال tooth surface وأيضا ويا الجو أو الالفيولار بون، يعني ويا ال surrounding. أما بالنسبة إلى ال inner surface of the cementum فراح يكون عنده attachment ويا ال dentin. ال cementum thickness مالته راح يختلف، يكون الثيكست بمناطق الأبيكس ومناطق البايفوركيشن اريا، بينما سيرفيكالي راح يكون الثينست. نجي على الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز راح تشمل الكلر، الهاردنس وكذلك البيرمابيليتي. طبعا الهاردنس والكالسيفيكيشن راح يكونون اقل من الدنتن لانه نسبه الانورجانيك ماتيريال مقارنه بالدنتن راح تكون هنا اقل، لذلك هو راح يكون شويه softer. ايضا عندنا الكلر اوف ات هو راح يكون لايت يلو ان كلر، وايضا مقارنه ايضا بالدنتن اللي هو ايضا يلو ان كلر هو راح يكون lighter than it. البيرمابيليتي اوف ات لانه يحتوي على نسبه اكبر من الاورجانيك ماتيريالز. الكيميكال كومبوزيشن هسه نجيها حتى توضح الفيزيكال بروبرتيز اللي قلنا عليها قبل شويه، انه هو راح يتكون من انورجانيك سبستانس واورجانيك سبستانس. الاورجانيك سبستانس راح تكون شويه اعلى نسبتها من الانورجانيك، فتكون حوالي من 50 إلى 55% من الأورغانيك ماتيريالز وكذلك وياها الووتر. أما بالنسبة إلى الأورغانيك فهي راح تكون نسبتها من 45 إلى 50% وهي متكونة mainly من الهيدروكسي أبتايت كريستلز اللي وياها بشكل كالسيوم وبشكل الفوسفات هيدروكسي أبتايت كريستلز. إضافة إلى ذلك هو راح يكون هاي إن يعني other trace minerals أو elements من ضمنهم الفلورايد. الأورغانيك راح تكون عبارة عن كولاجين فايبرز especially type 1 كولاجين، وايضا راح يكون هناك بروتين بوليساكرايدز. عمليه الديفلوبمنت او الفورميشن اوف ذا سيمنتوم اسميها السيمنتوجينيسيس. عموما السيمنتوجينيسيس مثل ما كان بالانامول يجب ان يكون preceded by the dentin formation، حتى لو لاير بسيطه يلا يبدي تكون الانامول تقريبا السمنتوم راح يكون ذا سيم، لانه السمنتوم فورميشن يجب ان يكون preceded by the deposition of the dentin. طبعا الجزء اللي يكون responsible for the formation of the
أو الديفلوبمنت أوف ذا سيمنتوم هو أنتوا أخذتوها هي الهارتويجز إبيثيليال روت شيث. طبعا هي هاي راح يكون الديفلوبمنت من السيرفيكال لوب اللي أخذتوها بالتوث ديفلوبمنت. طبعا بمجرد ما يبدي يتكون الدنتين بالروت راح يصير عندنا فراجمنتيشن بالنسبة أو ديجنريشن بالنسبة إلى الهارتويجز إبيثيليال روت شيث، يعني تبدي تتكسر، ومن تتكسر راح يصير عندها مثل الفراغات بين الخلايا مالتها، فبالتالي راح هي تسوي ديفرنشيشن يعني للخلايا اللي بالدنتال فوليكل اللي تحيطها، فاللاير من عندهم راح يصير بها ديفرنشيشن وتتحول إلى السيمنتوبلاست. هاي السيمنتوبلاست هي اللي راح تلتصق على السيرفيس مال الدنتين اللي تكون بالروت، وبالتالي راح تكون طبقة السيمنتوم اللي هي تسوي كفرينج بالنسبة إلى الروت دنتين. طبعا السيمنتوبلاست هي اللي راح تقوم بعملية الفورميشن of the cementum، وطبعا السيمنتوم مثل ما كان بالدنتين وبالإنامول أول شيء يتكون الأورغانيك ماتريكس، فهنا أنا أسميها يعني الأنكالسيفايد ماتريكس أسميها السيمنتويد. بعد ذلك هاي طبقة السيمنتويد يبدي يصير بها المينراليزيشن، طبعا هي طالما يعني أورغانيك ماتريكس يعني بها كولاجين فايبرز وغراوند سبستانس. هنا عندنا هذا مثل البيكتشر تبين لكم هسه الحكي اللي قلته قبل شويه انه طريقه تكون السيمنتوم اللي هي طبعا هي الهارتويجز ابيثيليال روت شيث بالصفين مالتها اللي هي الانر انامول ابيثيليوم والاوتر انامول ابيثيليوم. الانر انامول ابيثيليوم قلنا هي اللي تكون الى الداخل، فلذلك راح تاثر على السيلز الموجوده وتخليها تتحول الى الاودنتوبلاست حتى تكون لي الدنتن. بمجرد ما يبدي تكون الدنتن شوفوا هذا الجزء مننا بدا يتكسر من الهارتويجز ابيثيليال روت شيث، فتصير بيناتهم فراغات. هاي الفراغات راح تجي السيلز مننا اللي هي بالدنتال فوليكل، فتجي تدخل بيناتهم بين هاي الابيثيليال سيل مال الهارتويدز وتكون ان كونتاكت، تبدي تلتصق بالسيرفيس اوف ذا دنتين اللي تكون. هاي هي الخلايا عباره عن يعني صف واحد اسميها السيمنتوبلاست، والسيمنتوبلاست هي اللي راح تبدي تكوين السيمنتوم اللي راح يحيط بالدنتن. طبعا ما بعد انه يصير الديجنريشن بالهارتويجز ابيثيليال روت شيث راح يكون بها احتمالين لبقايا هاي يعني الخلايا مالتها، يا اما ان تروح الى البريودنتال ليجامنت وتكون موجوده بشكل الابيثيليال ريست اوف ملايسز، أو قسم منها راح تكون تبقى بالقرب من الديفلوبينج توث، وبالتالي راح تشارك في عملية تكوين الانترميديت سيمنتوم. الانترميديت سيمنتوم هو عبارة عن زون، منطقة مفصولة أو تفصل بين الدنتين مال الروت وبين السيمنتوم. هاي المنطقة تمتاز إنه هي structureless، يعني ما بيها أي تركيب، لا fibers لا cells لا أي شيء ما بيها، بس هي شوية تكون calcified. عموما هي appear إنه hyaline لأنه بيها نوعيتها من الhyaline اللي هو نوع من الكارتليج، لكن هو مو كارتليج بالمعنى الأصلي، بس هي شبيهة إليه، يعني إنه هي مو كلش كالسيفايد بدرجة عالية. المهم إنه هي ستركتشرلس، لا تحمل صفات الدنتين ولا تحمل صفات السمنتوم، هي منطقة وسطية بيناتهم. أيضا
يعتقد انه هي تمثل الهارتوغز ابيثيليال روتشيز اللي صار بها ترابينج بمجرد ما انه بدات المينراليزيشن يعني للسمنتويد وفي حاله الدنتين او في حاله السمنتوم ماتريكس، وبالتالي تؤدي الى تكون هاي الطبقه من الانترميديت سمنتوم. عموما الانترميديت سمنتوم راح يكون موجود بالابيكال هالف اوف ذا روت بالنسبه للمولارز وبالنسبه الى البريمولارز. هنا عندنا هذا يعني الدايجرام اللي هو ماخوذ من سلايد. طبعا هذا هو شكله باللو باور، يعني عندنا هنا هذا الدنتين، هاي الاودنتوبلاست اللي كونت الدنتين، هذا اللي بيه النقاط، هذا هو السمنتوم. فهي هذا المنطقه الرفيعه اللي بين الدنتين وبين السمنتوم هي اسميها الانترميديت سمنتوم. فلذلك هنا بالجزء المكبر هي عبارة عن منطقة وسطية لكن تكون ستركتشرلس، يعني هذا مثلا السمنتوم، هذا سيلولار بي سيلز وبي فايبرز، هنا اكو فايبرز ممتدة من هذا طبعا اللي الى الطرف، هذا هو البريودنتال ليجامنت، فهاي الفايبرز اللي جاية من البريودنتال ليجامنت وهنا امبدد بال يعني هذا السمنتوم، لكن هي تبقى وسطية بين الدنتين وبين السمنتوم. عملية تكوين السمنتوم، طبعا احنا قلنا بالسمنتوجينيسيس تكون عندنا السمنتويد اللي هو قلنا عليه الانكالسيفايد ماتريكس. بعد ما تكون كلاير تبدي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المينراليزيشن مثل ما كان بالدنتين ومثل ما كان بالإنامول، يعني هي هاي الستبس كأي هارد تشو. فلذلك راح يصير عندنا الديبوزيشن بالنسبة إلى الكالسيوم والفوسفيت أيونز حتى يكونون الهيدروكسي أبتايت كريستالز. طبعا هي هسه بعدين هم نجي عليها ناخذها شوية in details إنه تبدي تتكون بال يعني بين الكولاجين ماتريكس، يعني بالكولاجين فايبرز بيناتهم، وشوية شوية يبدون يعني بقعة هنا يصير mineralization، هنا يصير بهم بعدين يتحدون يكبرون ويتحدون مع بعضهم ويكونون اليونيفورم لاير. عموما السمنتويد يجب أن يكون محاط بالسمنتوبلاست يعني سيلز. ليش؟ لأنه هي يعني البروسس مستمرة، فيجب أن دائما تكون باقية لاير من السمنتوبلاست حتى تكون النيو لاير اوف سمنتوم بعد ما انه يتم الكالسيفيكيشن لهاي اللاير اللي هي السمنتويد. يعني لازم دائما اكو سمنتويد جديد يتكون ورا كل كالسيفيكيشن تصير. ايضا راح يكون عندي فايبرز اللي هي كونكتيف تيشو فايبرز تكون امبيدد في هذا المكان اللي هي اللي نيولي مينرالايز، فيصير بها كالسيفيكيشن. طبعا هاي الفايبرز هي اصلها جاي من البريودنتال ليجامنت وتقوم انه باسز بتوين ذيز سمنتوبلاست، هاي اللي تكونت تعبر بيناتها الى ان يصير بعدين مينراليزيشن لهذا السمنتويد فتبدي يصير بها هي همنا كالسيفيكيشن. هاي الفايبرز ايش اسميها؟ اسميها الشاربيز فايبرز اللي هي اصلا قلنا تتكون من الكولاجين فيبرلز واللي هي اصلها امتدادات من البرنسيبال فايبرز اللي موجوده بالبريودنتال ليجامنت. فائده هاي الفايبرز هي انه يعني اتاتشمنت، نوع من الاتاتشمنت توفره ما بين السمنتوم وايضا ويا البريودنتال ليجامنت وايضا ويا الالفيولار بون، مثل الحبال اللي تمتد حتى لزياده الترابط وايضا لتثبيت التوث ان سوكيت. يعني
هذا عندنا سلايد يبين لكم شلون تصير عملية الـ formation of cementum. طبعا هنا عندنا هذا هو الـ cementoid tissue، وطبعا قلنا هو يكون uncalcified. هذا اللي خلفه هو راح يكون الـ periodontal ligament. بعدين هذا الـ cementoid راح يصير عنده شنو؟ calcification. فإذا ايش راح يصير؟ تنسحب السمنتوبلاست إلى الخلف، وهنا راح يصير بالكالسيفيكيشن، لكن تبقى هاي الفايبرز اللي امتدت منها من البريودنتال ليجامنت وعبرت تبقى موجودة، فيصير بها الكالسيفيكيشن الهاي الفايبرز. أيضا هنا عندنا بالسليولر سمنتوم راح يكون هناك ايضا اكو سيلز واكو فايبرز، وايضا اكو لاير من الاسلولار سمنتوم وهكذا. يعني هي عمليه التكوين ما بين السلولار والاسلولار سمنتوم هي الترنيت فورميشن. هنا عندنا مثلا هذا الدايجرام يبين لكم الترتيب مال اللايرز الموجوده. طبعا هنا احنا هذا بالروت اوف ذا توث يتكون من الاودنتوبلاست اللي كونت لنا الدنتين، وطبعا اكو بريدنتين لانه هذا البريدنتين لازم يحيط البلب، لان هنا وراها حيجي البلب. نيجي بعدين عندنا هذا المنطقه الفاصله اللي هي عباره عن السمنتوم دنتين جونكشن، المنطقة اللي تربط ما بين الدنتين والسمنتوم. بعدها راح يجي السمنتوم بنوعين، هسه هم نجي ناخذها ان شاء الله، اللي هو الاسلولر يعني نوع من السمنتوم خالي من الخلايا فقط يحتوي على الفايبرز، وهنا عندنا النوع الثاني من السمنتوم اللي هو الاسلولر الاحتواء على السمنتوسايت. إحنا أنا راح تكون على الطارف اللي هي قلنا دائما إلى الخارج تكون حتى تقدر تكون new layers اللي هي السمنتوبلاست، والسمنتوبلاست القريب من عندها راح يكون البريودنتال ليجامنت. البريودنتال ليجامنت ويعني يكون هو يعني شلون احنا نقول الفاسكولار لاير اللي ينطي نورشمنت للسيلز، لانه السمنتوم افاسكولار تشو، فاذا النورشمنت راح تجي من خلال البريودنتال ليجامنت. الطبقه الاخيره اللي راح تكون هي عباره عن طبقه الالفيولر بون. هاي الخيوط الممتده هي عباره عن الشاربيز فايبر اللي قلنا تجي تمتد من البريودنتال ليجامنت وتدخل الى داخل السمنتوم. عمليه تكوين السمنتوم راح تكون سلو في حاله انه من يكون التوث بعد نوت اربتد، فلذلك اسمي هذا اول لاير اللي تتكون يعني اثناء التوث ديفلوبمنت اسميها البرايمري سمنتوم، واللي يكون من نوع الاسلولر ما به خلايا. اما من يظهر التوث ويصير بالربشن يعني ان اوكلوجن، فهنا طبقات سمنتوم راح تكون بعد اكثر تنضاف، وخاصه في منطقه الابيكال تو ثيرد حتى يعني ينطي تثبيت اكثر للتوث. وايضا من يكون هناك اوكلوجن لانه تلحق تكمل تكون الابيكال فورامن، فلذلك يبدي يتكون هناك سمنتوم اكثر، لانه اثناء يعني قبل الاربشن بعد ما متكونه يعني مو فولي فورمد تبقى لارج الابيكال فورامن، لكن بعد ما يصير يعني الشيدنج او سوري يعني الاربشن اوف ذا توث، فتقريبا ورا فتره يبدي يتكون يعني تكتمل تكون الابيكس، فلذلك الابيكال ثيرد ايضا تكتمل تكون السمنتوم اراوند ات. طبعا السكندري سمنتوم اللي يتكون بعد ما يصير التوث يعني اربتد يمتاز انه يكون عند يعني السيلز مالت
تتحول من السمنتوبلاست إلى السمنتوسايت. ليش؟ لأنه السمنتوبلاست تبدي يصير فيها داير مدايرها المينراليزيشن، فتنحبس ترابت، تحاط بالماتريكس اللي هي كالسيفايد، فلذلك تصير محبوسه بفراغ بسيط داير مدايرها يسموه اللاكونه. فطالما صارت محبوسه في لاكونه يتحول اسمها من السمنتوبلاست الى السمنتوسايت. ايضا هذا النوع اللي يتكون بعد انه التوث يصير بالربتد، هذا يكون اسميه السكندري سمنتوم او سيلولار سمنتوم. هنا لانه احتوى على السمنتوسايت سمينا سيلولار. عمليه هاي التكوين، مره يتكون سيلولار مره يتكون اسيلولار وهكذا، هذا كله يكون بريثميك بروسيس، عمليه منتظمه ومنظمه، ويعني معناها انه دائما تتكون اول شيء طبقه السمنتويد، يصير بها كالسيفيكيشن، بعدين تبدي تتكون الطبقه الثانيه الجديده من السمنتويد وهكذا. فلذلك دائما تشوف انه الفورميشن هي بشكل طبقات، مثل ما كان موجود بالدنتن وايضا بالنسبه للانامول. لذلك راح يكون هناك نشوف اكو انكريمنتال لاينز، مثل ما شفناها بالدنتين وبالإنامل أكو incremental lines، هي مثل الخطوط اللي تفصل بين الطبقات أو layers اللي اتكونت. فإذا عندنا أيضا أسميها lines of Salter. lines of Salter طبعا أشوفها بالسمنتوم أثناء السمنتوجينيسيس. وطبعا هناك يعني دائما يعني period of activity تيجي بعدها period of rest، يعني ترتاح الخلايا وبعدين تبدي مرة ثانية تعاود نشاطها وتفرز سمنتويد جديد. فهاي اللاينز دائما تكون associated with periods of rest، تمثل فترة الراحة مال الخلايا. ترتيب هاي اللاينز راح تكون في حالة انه يكون عندنا primary cementum او acellular cementum، راح تكون هاي الخلايا من نوع المتقاربة close to each other، بينما في cellular اللي هو secondary راح تكون بالعكس irregular و placed wide apart، لانه العملية التكوين مال secondary cementum سريعة يعني fast بالديبوزيشن، فلذلك الفترات يعني أو المسافات ما بين التكوين والراحة راح تكون مختلفة، بينما من يكون بالسلولي يعني عليك يعني كلش براحتها فيكون العمل منتظم، فلذلك بتكون قريبة من بعضها البعض هاي الخطوط. هذا عندنا سلايد يبين لكم اللاينز، هي لاينز واحد، هاي اثنين، هذا الثالث سوري هذا الآخر، هنا عندنا هم lines، هنا lines وهنا lines، هاي كلها تمثل هي ال incremental lines of Salter اللي هي ال resting period. هاي مثلا هالفترة أنتجت هاي الكمية، ترتاح شوية بعدها وراها تكون هاي الكمية من لهنا بعدين ترتاح هاي الفترة هذا اللاين، وراها تبدي تكون طبقة جديدة وهكذا. عندنا هنا هذا الخط اللي لونه تقريبا بنفسجي، هذا يمثل منطقة يعني بين السمنتو دينتينال جونكشن. احنا بنشوف هاي خلايا السمنتوسايت، فإذا هذا سيلولار سمنتوم. طبعا هذا ما يعني انه بالاسلولار سمنتوم ما موجوده، هاي اللاينز موجوده بالسنين. نوعيه الخلايا اللي موجوده بالسمنتوم هي راح تكون نوعيتين، السمنتوبلاست والسمنتوسايت. طبعا اول نوع هي السمنتوبلاست، هي اللي تكون responsible for the synthesis of collagen، وكذلك البروتين بوليسكرايد اللي اثنيناتهم راح يكونون الأورجانيك ماتريكس.
أما السمنتوبلاست فراح يكون عندها نوعيتين، نوع جاي من الدنتال فوليكل، هذا اللي يكون لي السيلولار سمنتوم، بينما النوع الثاني اللي هو جاي من الهارتويكس ابيثيليال روت شيث، وهذا اللي يكون لي الاسيلولار سمنتوم. النوع الآخر من الخلايا هو السمنتوسايت. السمنتوسايت هي طبعا تكون أثناء الفورميشن للسيلولار سمنتوم، فهي جاية من السمنتوبلاست اترابت into the matrix of the cementum، يصير بي mineralization، فتبقى يعني محبوسة مثل ما نقول، أو محاطة بال mineralized matrix. طبعا السمنتوسايت تمتاز بأنه تكون عندها numerous cell processes، فت بروزات أو أذرع كثيرة أسميها الكناليكولي. فائدة الكناليكولي هي حتى أنه للنورشمنت، من خلالها دائما يكون اتجاهها باتجاه الأوتر سيرفيس أوف ذا سمنتم، تتجه إلى السطح الخارجي. ليش؟ لأنه السطح الخارجي هو اللي يكون قريب من عنده البريودنتال ليجامنت اللي قلنا هو اللي راح ينطي نورشمنت إلى السيلز. دائما السمنتوسايت راح تكون موجودة في اللاكونة، وهذا الشيء يشبه الستركتشر الموجود بالبون، انه يحتوي على اوستيوسايت سيلز، وهاي الاوستيوسايت موجوده ايضا في داخل اللاكونه. الفورميشن اوف سيمنتوم ايضا هي كونتينيوز، يعني مستمره كبروسيس، و يعني الاكزيستنج سيمنتوسايت becomes farther from the periodontal ligament. يعني كل ما تستمر تكوين طبقات أخرى من السمنتوم، هاي السمنتوسايت راح تبتعد عن source of nourishment اللي هو periodontal ligament. لذلك من تكون كلش بعيدة، ف يعني بعض الأحيان تموت، فنشوف اللكنة تكون فارغة. هذا عندنا شكلها للسمنتوسايت، هاي شكلها، وهاي هي الأذرع أو البروسيسز اللي قلنا تطلع من السيل بودي، هذا جسم الخلية، هاي مثل الدائرة، وهاي هي البروسيسز اللي تطلع من عنده. دائما تتجه باتجاه معين، شفتوها بالسلايدات، اللي هي دائما تروح للأوتر سيرفيس. نجي على الـ structures of the cementum. قلنا كتايبس، يعني من خلال اللايت مايكروسكوب طبعا، هو راح يكون هناك two types of the cementum. قلنا النوع الأول اللي أسميه primary أو أسميه acellular cementum، هذا النوع راح يغطي تقريبا الـ upper part of the root اللي هو تقريباً بالcervical part، يعني من الثيرد إلى الهالف of the root اللي يكون بالقرب من السمنتو enamel junction، يعني cervical region تقريباً. طبعاً هذا فائدة للattachment، دائماً هي هاي السمنتوم يعتبر هو الميديا للاتاتشمنت من خلال الفايبرز اللي داخله بي، فيربط ما بين التوث وما بين السراوندينج تيشوز اللي هي البريودنتال ليجامنت والالفيولار بون. اما النوع الثاني فهو راح يكون سيلولار، وايضا اسميه السكندري. وعرفتوا شنو الفرق بين البرايمري سمنتوم وبين السكندري سمنتوم. ايضا كموقع السكندري سمنتوم قلنا راح يكون اكثر شيء بالابيكال ريجن اللي هي تقريبا الروت تيب، وطبعا هذا راح يكون ريسبونسبل فور ذا ماينر ريبير، يعني الاصلاحات الصغيره نتيجه للريزوبشن اللي يصير بالروت.
وطبعا المين فانكشن مالته هو راح تكون هنا adaptation، يعني المحافظة على التوث in its place يعني بالسوكت. بالنسبة إلى الكولاجين فيبرلز اللي تكون موجودة في النوعيتين يعني سواء السيلولار أو الأسيلولار، فهم راح يكونون الفاشن يعني طريقة الترتيب مالتها شوية معقدة. السورس مالتها هاي الكولاجين فايبرز من راح تجي؟ يا إما تجي من الخارج اللي يسموها الإكسترنسيك فايبرز، فهاي يعني من خارج السمنتوم، فهي تجي من البريودنتال ليجامنت، ولذلك راح أسميها الشاربيز فايبرز لأنه جاية من البرنسيبال فايبرز الموجودة بالبريودنتال ليجامنت. عموما راح يكون الدايركشن مالتها perpendicular الى السيرفيس اوف ذا سمنتوم، او تكون نفس الدايركشن مال البرنسيبال فايبرز، هي يعني العبارتين صحيحه. النوع الثاني من الفايبرز اللي راح تكون هي الانترنسيك داخليه، يعني من داخل السمنتوم يتم تكونها، فمعناها السمنتوبلاست هي اللي راح تكون هاي النوع من الفايبرز وتكون بارالل الى الروت سيرفيس موازيه. بعض المناطق راح نشوف بندلز من الشاربيز فايبرز، وطبعا الشاربيز فايبرز انه هي تكون الاسينشال بورشن او السبستانشال بورشن، الجزء الاساسي من السمنتوم هو تقريبا الشاربيز فايبرز. ايضا اكو السمنتوسايت، هاي تكون موجوده في داخل السيلولار لكن قلنا تكون ما موجوده في الاسيلولار سمنتوم. ايضا السيلولار سمنتوم في بعض الاحيان احيانا نشوفه موجود فوق السيلولار سمنتوم، لكن الغالبيه الوقت او الانواع نشوف السيلولار سمنتوم هو اللي يقع أو يعني formed on the surface of a cellular، يعني الغالبية المن للcellular cementum هو اللي دائما يكون موجود is found on the cellular cementum. نسبة التكوين الـ deposition rate بالنسبة إلى الأسلولار قلنا دائما يكون slow deposition، يعني سرعة الترسيب مادة أو التكوين بتكون بطيئة، بينما السكندري يكون سريع وأيضا يتكون بعده. فلذلك السيلولار سمنتوم راح يكون less calcified لأنه كمية الكولاجين اللي بيه تكون أعلى. هنا عندنا عملية تكوين layers مال السمنتوم، شوفوا هاي لاير، هاي الثانية لاير، هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة وهكذا. هاي الخطوط السود اللي بيناتهم هي اللي راح تمثل الانكريمنتال لاينز بين الطبقات مال السمنتوم. طبعا هاي هي منطقة الابيكس اوف ذا روت، وطبعا هاي هي منطقة الابيكال فورامين اللي راح يحيطها، هذا هو اللون فاتح هو البريودنتال ليجامنت، واللي على الطارف راح يكون هو عبارة عن الالفيولار بون. هنا شوفوا صاير عندنا ديبوزيشن للمن إلى السيلولار سمنتوم. نجي على التو مين جنكشنز بين السمنتوم وال واحد ويا الدنتين وواحد راح يكون ويا الإنامل، ارتباطين عنده، الأول هو ويا الدنتين. طبعا يسموه السمنتو دنتينال جنكشن، وهذا هو اللي الرمز اللي هو السي دي جي، طبعا هاي أكثر شيء هو يستخدمه بهذا الرمز. عموما هذا الجنكشن يكون في حالة الديسيديوس تيث بالأسنان اللبنية راح يكون بشكل scalloped يعني متموج، بينما هذا الجنكشن
بالبرمننت تيث راح يكون سموث. عموما هو يعني هاي الجنكشن تمتاز انه ارتباط قوي بين السمنتم والدنتين، وايضا وجود الكولاجين فايبرز انترواين بتوين ذيز تو لايرز بالانترفيس، يعني مثل الجبهه اكو بيناتهم، فنشوف عمليه انتقال بين الفايبرز من الدنتين الى السمنتم ومن السمنتم الى الدنتين، لكن انه حتى يعني بطريقه فيري كومبلكس فاشن، طريقه الترتيب مالتها جدا معقده، بدليل انه احنا ما راح نقدر نميز انه هاي الفايبرز هي جايه من الدنتين رايحه للسمنتم او جايه من السمنتم رايحه للدنتين، فهاي ما راح نقدر نميزها لانه متداخله مع بعضها البعض هاي الفايبرز. ايضا قلنا ان سم تيث الدنتين قلنا راح يكون separated from the cementum by the intermediate cementum. هذا عندنا هنا سلايد يبين لكم هاي الأرياز. طبعا هذا عندنا هو الأوتر الإنامول اللي يحيط بالكراون of the tooth، وطبعا هذا هو الدنتين، وهنا عندنا هذا الروت دنتين. فهنا هاي المنطقة هي تمثل السمنتو إنامول جنكشن، يعني منطقة الارتباط بين الإنامول وبين السمنتم، لكن هاي المنطقة هي اللي تمثل السمنتو دنتينال جنكشن، الالتقاء بين هذا السمنتم وهذا هو الدنتين أو ذا روت. فدائما هذا يكون الارتباط شوية إلى الداخل، بينما ذاك يكون أوضح السمنتو إنامول جنكشن. هاي الأس إف فهي تمثل الشاربيز فايبر، وهذا السي هو السمنتم. الارتباط الثاني أو منطقة الثانية اللي موجودة هي بين السمنتم وبين الإنامول. فطبعاً السمنتم جوينز للإنامول ويكونون السمنتو إنامول جنكشن، وايضا الابريفيشن مالته بهاي الطريقه، يعني هذا الرمز مالته. ايضا نباتيك يعني يسمى referred to as a cervical line، اكيد انتم سامعين بالcervical line، فهي منطقه التقاء الانامول بالسمنتم. طبعا دائما يكون هذا بحافه بين الكراون وبين الروت، هاي السيرفيكال لاين هي منطقة الالتقاء بيناتهم. طبعا هاي المنطقة تكون يعني بالسيرفيكال ريجين، لكن تكون شوية مختلفة أو متباينة بين الأسنان. هناك يعني أكو 3 باترنز للجنكشن بين السمنتم والإنامول. النوع الأول هو إنه السمنتم يغطي overlap لل cervical end of the enamel ولمسافة قصيرة، يعني short distance. هذا طبعاً الغالبية of the teeth تكون بهذا الباترن، إنه السمنتم overlapping لل enamel. طبعاً هذا الoverlap هو سببه إنه دا يصير degeneration بالنسبة لل enamel epithelium بمنطقة السيرفيكال أنت. من يصير بها degeneration هذا راح يسوي allowing يسمح للconnective tissue بحيث يكون in contact ويا الانامول surface ويكون بالتالي السمنتوبلاست، فيتكون عندنا السمنتم over the enamel. النوع السمنتم اللي راح يتكون بهاي الطريقة هو هنا راح يكون fibrillar cementum، يعني ما يحتوي على fibers، does not contain collagen fiber، ما يحتوي. هاي هي الـ 3 patterns، بس احنا سأخذنا هذا النوع الأول اللي هو ده تشوفون هنا السمنتم صاعد فوق overlap للـ enamel، ولكن شوفوا مسافة قصيرة short distance. الباترن الثاني نسبته طبعا تكون اقل من الاول، اللي هو يكون انه الانامول مت للسمنتم بشارب لاين،
يعني تقريبا age to age، حافة الحافة، فهذا نسبته تقريبا 30%. الباترن الثالث اللي هو تقريبا نسبته 10%، كل شرير يعني مو هواية، فهنا انه السمنتوم والإنامول ما يلتقون، تبقى بيناتهم جاب، يعني اصلا يصير بيهم اكسبوزد دنتين، لانه الدنتين هو عاده بالكراون يغطي الانامول وبالروت يغطي السمنتوم، فاذا هذول الاثنيناتهم ما ملتقين اكو جاب بيناتهم، اذا هاي الجاب هي عباره عن اكسبوزد دنتين. الكونديشن هاي سببها هو delay in separation of enamel epithelium بمنطقة السيرفيكال portion of the root. وبهيجي حالة طبعا سمنتو enamel junction ما راح يكون موجود. هذا هو هنا أنا كلش واضحة، هذا gap صاير هنا، هذا هو الدنتين سوري هذا الانامل، وهذا هو الأندرلاينج سمنتوم. المفروض هذول يلتقون مع بعضهم، لكن بما أنهم ما التقوا، إذن هاي القطعة أو هاي السيجمنت من الدنتين راح تكون إكسبوزد لأنه ما مغطاية بأي شيء. نجي على الأنوماليز، يعني بعض الـ إحنا شو نقول اضطرابات أو اختلافات تصير بالسمنتوم. أول وحدة راح تكون هي عبارة عن الهايبر سيمنتوسيس. هايبر سيمنتوسيس يعني over production of cementum. كلمة over production يعني abnormal thickening أو إنه نسميها overgrowth of the cementum. طبعا هي راح يكون بشكلين، يا اما ديفيوز يعني منتشر على طول الروت، او ان يكون سيركمسكرايبد يعني محدد لمنطقه معينه. فلذلك ممكن ان يكون افكتد اول ذا تيث يعني جنرالايزد، او ان يكون لوكالايزد محدد لتوث معين سنجل توث، او حتى بسنجل توث محدد لبارت يعني معين يصير بيها الهايبرسيمنتوسيس، مثلا بالابيكال ثيرد او بالبايفوركيشن يعني بارت وهكذا، فاسميها اللوكالايزد هايبرسيمنتوسيس. عموما اذا كان هذا الاوفر جروث او هاي الهايبرسيمنتوسيس occurs in a non functional teeth يعني tooth not in function، ف أو it is not correlated with increased function، ما بها يعني ما يؤدي وظيفة معينة، فإذا هذا أسميه السمنتوم هايبربليجيا. الهايبربليجيا يعني increase بالnumber of the cells، يعني عدد السيلز الموجودة بالتشو تزيد فيسموها هايبربليجيا. بينما الهايبرتروفي هو increase بالsize of the cell، تشوفون يصير تقريبا مثل شكل كأنما outer outgrowth أو هيك شيء. الهايبرتروفي لا يحدث بالفنكشنال teeth. السيمنتوم هايبرتروفي يكون بشكل البرونج لايك اكستنشن بالنسبة إلى السيمنتوم، وطبعا هذا راح يكون يعني موجود في حالة انه التيث تكون subjected to a great stress. ايضا عندي في هاي الحالة من يكون عندنا هذا البرونج لايك اكستنشن مثل تقريبا شلون اللسان وما شابه، فبهاي الحالة يكون طبعا يعني الهدف من عنده او يعني ليش يتكون هو حتى ينطي فد لارج سيرفيس اريا لحتى يصير بها مور اتاتشمنت بالنسبه للفايبرز، وبالتالي راح يعطي فد فيرم انكورج بالنسبه الى التوث ويامن ويا السراوندينج الفيولار بون. يعني هاي في حاله انه يصير فد موبيليتي بالتوث، فد تروما جتي ادت الى انه تصير موبيليتي بالتوث، فد فانكشنال وير يعني مستكيتوري فورس قويه صارت به، فهذا كله حتى يرجع يقوي للسن مره ثانيه
فممكن انه يسوي له سيمنتوم هايبرتروفي. نوبات عندنا اللوكالايزد هايبرسمنتوسيس، يصير عندنا الهايبربلاستيك سيمنتوم، بنشوفها مثلا في حاله الانامال دروب. الانامال دروب اذا تذكروها كانت من ضمن الانوماليز اللي شفناها بالانامال اللي قلنا عليها الانامال بيرل. الانامال بيرل هي مثل شلون اللؤلؤه الصغيره تكون موجوده بالبايفوركيشن اريا، يعني عموما هي بالسيرفيس اوف ذا دنتين، بس اكثر شيء بالروت اريا. فلذلك السمنتوم يتعامل وياها يعني هاي الانامال دروب، فيسوي مثل النوب لايك بروجكشنز، مثل يعني فد اوت جروث بس يكون بشكل عقده مثل العقده حتى يغلفها، اسميه الاكس سمنتوسيس. ايضا عندنا سمنتوم هايبربليجيا في حالة النون فانكشنال تيث، راح يكون هناك بالعكس راح يكون عندي ريدكشن بالنمبر اوف ذا شاربيز فايبر فايبرز اللي هي امبيدد بالنسبة للروت. هذا هو الاكس سمنتوسيس، شوفوا هذا شلون بارزة في التراكيب تبرز من السمنتو وتروح الى هذا طبعا الدائره ما دائره، هذا بريودنتال ليجامنت، فحتى شنو يزيد من المساحه السطحيه مال السمنتوم اللي من خلالها تجي تدخل بيها الفايبرز حتى يقوي من التوث. بعض الاحيان طبعا راح يصير عندي اكستنسيف ديبوزيشن للسمنتوم، هذا ايضا يحدث من يكون هناك كرونيك بيري ابيكال انفلاميشن. طبعا الكرونيك بيري ابيكال انفلاميشن هذا يعني بمرور الوقت يبدي يصير فد نوع من الموبيليتي بالتوث، لانه يسبب لوز بالاتاتشمنت بين التوث والسراوندينج بيريودنتال ليجامنت. فلذلك هنا راح يصير عندنا اكسسيف ديبوزيشن بالسمنتوم حتى يكون مثل الكف لايك مثل الطيه اراوند ذا الروت اوف ذا توث حتى يلزمه بمكان اكثر، يعني ينطي ستابلايزيشن اكثر للتوث. النوع الآخر اللي هو الجنراليزد، فمن اسمه جنراليزد هايبرسمنتوسيس، يعني affected لتقريباً كل التيث، الروت of the teeth طبعاً. هذا أكثر شيء يكون associated with يعني general disease، بعض الأمراض المعينة يكون يصاحبها الجنرال هايبرسمنتوسيس. من ضمنها عندنا الباتش ديزيز of bone، ايضا عندنا البيتوتري جلاند ديزيز، ايضا عندنا بالنسبه الى الهايبوثايرويدزم او نوبات الجويتر، ايضا تسبب بالعكس يعني تسبب وجود الهايبر سمنتوسيس. ايضا عندنا هذا الاكس سمنتوسيس، شوفوا هذا هو يعني مثل الاوت جروث ينمو الى داخل البريودنتال ليجامنت حتى يزيد من الاستابيليتي مال التوث اكثر. الانومالي الثانيه اللي تكون موجوده بالنسبه الى السمنتوم اسميها السمنتيكلز. السمنتيكلز هي عباره عن ماسز او بوديز بس تكون لاميليتد، يعني متكونه من طبقات وتكون يعني هي كالسيفايد ماسز، تكون اكثر شيء هي موجوده اما فري بشكل يعني بالبريودنتال ليجامنت، يعني ما مرتبطه باي شيء بس موجوده بس بالبريودنتال ليجامنت، او قسم اخر يكون يعني اتاشت شويه مرتبط بالسمنتوم وشويه بالبريودنتال ليجامنت، أو embedded totally هاي تكون مطمورة في داخل ال يعني بالسمنتوم اللي هو بالروت سيرفيس. طبعا دائما السمنتيكلز تحتوي على central nidus، يعني فد جزء داخلها وسطي بالوسط هو اللي شلون احنا نقول المولد أو اللي يفرخ يكون هاي الطبقات مالتها.
طبعا هاي النايداس مالتها ممكن ان تكون سبيكيول اوف بون، جزء يعني من البون، او ان يكون سمنتوم، او ممكن ان يكون كالسيفايد ابيثيليال راست، بقايا ابيثيليوم يعني ابيثيليال سيلز لكن متكلسه، عليها تبدي تتكون هاي الطبقات. طبعا هاي السمنتيكلز عاده تكون تزيد او يعني اكثر وضوحا مع تقدم العمر، وموجوده في اي مكان من الروت. ايضا ممكن ان تكون في المكان اللي سايت اوف تروما، يعني انجري للبريودنتال ليجامنت، انجري للتوث، فت فورس قويه تجي للتوث، ممكن ان تؤدي الى انه بهذا المكان يصير عندنا السمنتيكل. هاي هي السمنتيكلز مثل الحجارات اللي تكون عبالك موجوده بالبريودنتال ليجامنت. هاي الفري تايب فقط تكون بالبريودنتال ليجامنت وحدها، او نوبات تكون ادهير يعني هاي الاتاشت الى السمنتوم، او في بعض الاحيان تكون امبيدد كومبليتلي داخل السمنتوم. النوع الاخر من الانوماليز اللي هي السمنتوما. السمنتوما ايضا هي اسميها البيناين سمنتوبلاستوما، او اسميها السمنتال ديسبلاجيا. ايضا هي عباره عن سمنتال ماسز، فكتل من السمنتوم موجودة بالapex of the root. أكثر شيء راح تكون موجودة هي بالmandibular first molar area، أو يعني هذا المكان. The surface of the cementoma راح يكون يتكون من the newly formed cementoid، وطبعاً السمنتويد يجب أن يكون lined by cementoblast. وهاي السمنتوبلاست راح يحيطهم من الخارج الكونكتيف تيشو كبسول. هذا هو شكلها للسمنتوبلاستوما اللي هو يكون في شكل irregular واتيبيكال سمنتوم. هي هارد ماس متكونه من سمنتويد لكن irregular شكلها. نجي بالنسبة إلى الـ repair والـ resorption of cementum. أول شيء إحنا لازم نعرف شنو هو الـ resorption. الـ resorption هي عملية إحنا شلون نقول الضمور لجزء معين من السمنتوم. فبعد ذلك يعني هو يحدث لسبب معين، لكن بعدها كنتيجة استجابية للسمنتوم يصير بالـ repair. ليش؟ لأنه حسب إنه يصير change بالenvironment force by it. الـ resorption ممكن أن يكون بـ small degree، ممكن إنه يعني فقط detected by microscope، أو نوبات يكون يعني large area صار بها resorption فتبين بشكل large concavity، فالتقعر بالroot surface كبير. طبعا هذا من يكون يعني بهيك حاله فممكن انه detected by radiographically يعني by x-ray. الاسباب اللي تؤدي الى السمنتال resorption ممكن ان تكون عندي local اسباب، يعني في مكان معين، او systemically يعني لامراض معينه ممكن انه تسببها. بالنسبة إلى local causes مثلا تصير عندنا trauma from occlusion، يعني نتيجة إنه أثناء الانطباق أو هاي فتسبب trauma لتوث معين، فتصير نتيجة لذلك يصير عنده resorption. أيضا السيست أو التيومرات أيضا تسبب resorption بالroot. الperiapical pathology، periapical abscess يعني excessive orthodontic force، نوبات الforces اللي exerted on tooth during orthodontic treatment أيضا ممكن أن تسبب له resorption. embedded teeth والreplanted وكذلك الtransplanted teeth أيضا تسبب resorption. أما الsystemic causes يعني فشي systemically
اللي هو deficiency of calcium أو vitamin A and D deficiency وأيضا الhypothyroidism. بالنسبة إلى الريبير، هسه إحنا صار عندنا الريزوبشن، الريبير اللي راح يقوم بالسمنتام راح يكون of two types. أول واحد أسميه الأناتوميك والثاني أسميه الفانكشنال. الأناتوميك ريبير هذا من يكون عندي الديفكت صغير، فلذلك راح يكون يكون السمنتام طبقة من السيلولار سمنتام أو طبقة من الأسيلولار سمنتام أو من البوس، ويسد هذا الريزوبشن القليل اللي صار حتى يعيد الفورم of the root to the original form. وطبعا هاي قلنا في حالة انه يكون الديستركشن بطيء او انه قليل. احنا عندنا هذا الA صار عندنا هاي الاريا اللي صار بيها الديستركشن. احنا عندنا بالمرحلة بي تكون شوية صار عندنا layer added of يعني السمنتم، وهنا بالنسبة إلى C راح نشوف إنه تقريبا صار healing بالمكان. الـ functional repair هذا يكون في حالة إنه الـ destruction أو الـ resorption اللي صار بالسمنتم كبير، يعني صار عندي تقريبا منطقة مثل المتقعرة يعني فت كونكافيتي كبيرة، فلذلك من السمنتم يكون طبقة أو طبقتين هاي الثل لايرز ما راح تكون كافية حتى تسد هذا التقعر اللي صار. فبهاي الحالة حتى to maintain the width of the periodontal ligament للمحافظة عليه، البون الالفيولار بون اللي هو surrounding للتوز هو اللي راح يعني يسوي فد outgrowth من عنده ويحاول انه يعني take the shape of the defect ويعني يحل هذا الاشكال يعني. فبالتالي راح يعني الغرض من الفانكشنال ريبير هو امبروف للفانكشن اوف ذا توث، لذلك احنا سميناه الفانكشنال، لانه اذا يبقى على هاي الوضعيه التوث يكون موبايل، ممكن انه يعني يصير اكستراكتد فروم ذا سوكيت يعني اكسكلودد، فاذا حتى يحافظ عليه ممكن انه يصير اوت جروث من البون إلى داخل هاي الكونكافيتي حتى يسوي فيكسيشن أكثر أو ستابلايزيشن أكثر للتوث في داخل السوكيت. هذا هو الفانكشنال ريبير. شوفوا هذا الالفيولار بون كون هاي مثل الاوت جروث من عنده، هذا كله اللي كان، هذا هو الكونكافيتي اللي صار به للسمنتم يعني نتيجة للريزوبشن، بس كانت كبيرة بحيث شكلها مثل الكونكافيتي متقعرة. فهاي إش قد ما يريد يصلح السمنتم نفسه ما راح يقدر يسدها لأنه هي كبيرة الحجم. فبالتالي حتى يحافظ على هذا الويتس اللي المفروض يكون قليل البريودنتال ليجامنت ويتس بالسبيس، فهو راح يجي حتى يقلل من هاي المسافة اللي موجودة وبالتالي يحافظ على التوث، يبقى أكو إسناد للتوث. الـ function of cementum هو قلنا الـ anchorage والـ adaptation وأيضا الـ repair. هناك يعني نقاط إلها أهمية من ناحية يعني clinically. فأول شيء ممكن أنه يكون له أهمية هو الأنكيلوسيس. الأنكيلوسيس هو عبارة عن فيوجن يحدث بين السمنتم و of the tooth ويا الالفيولار بون. طبعاً بيناتهم نتيجة لهالفيوجن ما راح يكون هناك أي periodontal ligament. الأنكيلوسيس طبعاً راح يكون هناك a gradual progressive resorption of root، يعني بالتدريج يصير resorption بالroot، مقابلها راح يكون replacement by bone، كلها يحل محله
البون تيشو. فلذلك الأريا كلها تشوف تختلف، تختفي المعالم مال الروت كلها تكون بوني تيشو، فهذا هو الأنكيلوسيس. الكوزز اوف أنكيلوسيس ممكن أن يكون سببها ريبلانتيشن أو ترانسبلانتيشن طبعا بالنسبة للتيز. فبهيك حالة أثناء النقل أو الزرع بهيك حالة راح يكون إنه ماكو بريودنتال ليجامنت دامجد متدمر، فيصير رأسا الأنكيلوسيس. أيضا بالإمبيد تيز تصير، أيضا بالكرونيك بري أبيكال إنفكشن، وأيضا إذا صار عندي تروما بالديسيدوس تيز أيضا يصير بها أنكيلوسيس. هذا هنا عندنا أنكيلوز توز، شوفوا هنا تقريبا الروت مختفي وكل هذا متكون التشو تقريبا نفس الشكل اللي هو بون تشو. فهذا هنا صاير انكلوز توث الى السراوندينج بون. ايضا نقطه مهمه بالكلينيكال كونسيدريشن هي بالاورثودونتيك توث موفمنت. اثناء الموفمنت يعني احنا بنسوي اكزرشن اوف فورس اثناء الاورثودونتيك تريتمنت يعني عمليات التقويم، الفورس اللي راح تصير تؤدي الى انه بون انا اقدر احرك التوث من هالجهه الى هالجهه، يعني اسوي له مثلا حركه ميزيالي او ديستالي او هو اصلا لينجوالي اجيبه بكالي، يعني هاي يعني الشغل مال الاورثو. فهاي الفورس تؤدي الى انه يصير بالجهه معينه بون ريزوبشن، جهه اخرى راح يصير بها ديبوزيشن اللي هي الجهه اللي انا اريد التوث يتحرك الها، وبالتالي يصير بعدين ستابلايزيشن. هذا بالنسبه للبون ممكن، ليش؟ لانه هو فاسكولار. اما بالنسبه الى السمنتم فما ممكن ان يحدث لانه هو افاسكولار، فلذلك السمنتم ريزوبشن راح يكون less او تقريبا absent، ما يصير اثناء الاورثودونتيك تريتمنت. في حاله انه عندنا extraction of teeth تريد نسوي له axial tooth، طبعا احنا لازم خاصه من يعني شكت ان بدي ناخذ هاي الاحتمالات من يكون عندي firm tooth يعني كلش قوي السم. ما المفروض يعني مثلا احنا يعني هو المفروض indicated for extraction، لكن من تيجي تريد تحركه شويه تشوفه كانما يعني شلون احنا نقول حجاره لازم. فبهاي الحاله انه انا لازم اخذ له اكس راي راديوغراف حتى اشوف ممكن شنو الاحتمالات اللي سببت هاي الفيرنس. ممكن ان يكون سببها انكيلوسيس ملتحم الروت ويا البون، او انه هايبربليجيا اوف سمنتم صاير زياده بالسمنتم فصايره هاي الفيرنس، ممكن انه سمنتوما او اكس سمنتوسيس صاير بي. كل هاي الاحتمالات هي اللي تنطي هاي الفيرنس. هاي اذا وجدت اي وحده من هاي الابنورماليتيز اللي قلنا عليها اللي هي تكون تخلي التوث الى يعني البون اتاتشمنت فيري تايت، فلذلك اي محاوله انه اسوي اكستراكشن بوجود هاي الانوماليز اي وحده منهم ممكن انه تؤدي لي الى انه فراكتشر بالتوث، او احيانا يصير عندي فراكتشر بالبون نفسه يطلع يعني التوث ويا بيس اوف بون. ايضا عندي اللي بقى الموضوع الاخير اللي هو الimportance of root planing in periodontal treatment. طبعا انا عندي اثناء الروت بلينينج اللي هي من يصير عندي بوكيت. البوكيت يعني هو انفلاميشن يصير بالبريودنتال ليجامنت يؤدي الى انه يصير سيبريشن بين البريودنتال ليجامنت عن التوث سيرفيس اللي هو الروت. فعمليه الروت بلينينج يعني اني اسوي ريموفال للكالكولاس اللي تكون والبلاج والنكروتيك سمنتم، لان هذا كله يصير بنكروسيس. فايضا شو اسوي بعدين؟ اسوي سموثنينج للروت سيرفيس، يعني كانما انعم السيرفيس حتى ارجع
أول مرة أقلل من الدبث مال البوكيت، وحتى بعدين يصير عندي ري اتاتشمنت بين البريودنتال ليجامنت والروت سيرفيس. في حالة إنه أنا عندي ديب بوكيت، فالسيرفيس أوف ذا إكسبوست سيمنتوم بيكومز هايبر مينرالايزد، وأيضا راح يكون ويا الإندوتوكسينز اللي هي produced by the bacterium، لأن البلاك هو عبارة يعني عن colonized bacterium، فلذلك هي راح تكون incorporated into the cementum. هاي الإندوتوكسينز راح تسبب structural changes بالcementum، وأيضا ممكن أن تسوي interfere with the healing of the يعني عملية الهيلينج اللي راح تصير بين الـ surface of the root وبين الـ periodontal ligament. إذن بالـ root planning أنا راح أسوي removal لهذا الـ hypermineralized necrotic cementum و producing a clean and fresh surface حتى بعدين يصير عندي الـ healing of the pocket. طبعا هذا ما راح يصير الـ root planning، إن شاء الله راح تاخذوه بالـ perio، ما راح يكون بفيزيت واحدة وإنما بعدد فيزيت، وكل مرة أنا أقيس الدبث of the pocket أشوف إنه يبدي يقل مرة عن مرة حتى أحصل على يعني normal attachment بين السيمنتم والsurrounding periodontal ligament. This is the end of our lecture for today. Thank you for your listening.